باسم محمود رشيد. والنهارده احنا جايين النهارده عشان رد المحكمه بتاعت مبارك، لكن النهارده انا بقول النهارده ان العداله كانت في ايد الثوار بتوع ليبيا، والنهارده انا بحيي الثوره الليبيه، وانا بقول ان مصير حسني مبارك زي مصير القذافي بالظبط، انما النهارده النظام بحاكم نفسه. احمد رفعت النهارده بقايا نظامه ما زال موجود، وكان في النظام بتاع حسني مبارك، وانا النهارده بنقوله ان في الاخر هتنتصر يد العداله، ومبارك هيك مصير القذافي بالظبط اكتر من كده. انما احنا لا راضيين على احمد رفعت، ولا راضيين على الطنطاوي، ان الطنطاوي كان نظام وفتعل الازمات، وما زال اعوانه وما زال اتباعه موجودين. فاحنا النهارده بنقوله ان في الاخر هتنتصر يد العداله، وهينجت المبارك زي القذافي بالظبط، والطنطاوي هيتقدم للمحاكمه. فانا النهارده لا امين على احمد رفعت ولا امين على الطنطاوي. شكرا.